شيخنا ما جاوبت على سؤالي، شو الدليل على انه هل ابو بكر له ولايه على المسلمين انذاك وما هو الدليل؟ وهل محمد له ولايه على المسلمين انذاك وما هو الدليل؟ هل ابو بكر له ولايه على المسلمين؟ نعم، كما ان الخميني كان له ولايه عليكم على الشيعه في دولته، وكما ان مرجعك له ولايه عليك، فما هو دليل ولايه مرجعك عليك؟ ما هو دليل ولايه السيد على عبده؟ ما هو دليل ولايه المراه على زوجها؟ ما هو دليل هذه الولايات؟ هل هناك نص؟ ما يوجد نص. هل هناك دليل على أن محمد سعيد الحكيم الذي هو مرجعك له ولاية عليك من الناحية الدينية؟ ما هو الدليل؟ ما هو دليل؟ سجل هذا السؤال عندك. هل تختلف ولاية أبو بكر عن ولاية النبي بالإطلاق والتقييد؟ لحظة يا شيخ محمد، بس أكمل كلام. ولاية النبي، ولاية النبي، أقول ولاية الرجل، على فرق بين شيخنا، بين ولاية الرجل على زوجته وبين ولاية النبي علينا. طب أنا بكمل كلامي لو سمحت. أقول بس فرق لنا ولاية النبي، ولاية النبي، لحظة، حاضر، بس ليصب كلامك بالبحث، حاضر، شو الفرق بين ولاية محمد على المسلمين وولاية أبي بكر على المسلمين؟ طبعا. حاضر، هو تقريبا نفس الفرق بين ولاية محمد سعيد الحكيم وبين ولاية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فالآن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ولاية نبوة، ولاية نبوة، فهل ولاية النبوة عندك في دين في العقيدة الشيعية تثبت بالنص أم بالعقل؟ أرجو الجواب عن هذا السؤال، تفضل يا شيخ محمد. ما جاوبت عن ولاية النبي، شو ثبتت عندك لأعرف؟ أنا عندي ولاية النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بكونه نبياً. بكونه يعني نبياً. بالنص. لا، يعني أنا بالنص. ما قلت بالنص، أنا ما قلت بالنص، ولا قلت بالعقل، أنا قلت بكونه إثبات كونه نبياً تثبت الولاية. تفضل أجبني عن سؤالي بأي يعني شيء. لحظة يا شيخ محمد، أنا طرحت عليك السؤال، بأي شيء تثبت ولاية النبي على أمته في العقيدة الشيعية؟ تفضل. يعني لو لم يكن هنا، يعني شو يعني كونه نبيا؟ من أين أتت نبوته؟ شيخنا فسرنا شو عم تحكي، الله يخليك. بالطريق الذي تثبت به النبوة، فما هو الطريق الذي تثبت به النبوة عندك؟ تفضل جاوبني. لا، تفضل جاوبني. بأي شيء تثبت ولاية؟ شيخ بتستحي انت تقول؟ لا 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 لا، اتفضل جاوبني يا شيخ محمد على هذا السؤال. شو ثبتت نبوة محمد؟ يا شيخ محمد قلت لك انت سألتني عن الولاية ولا سألتني عن النبوة؟ انت سألتني عن الولاية. سألتني عن الولاية، صح؟ فأجبتك الولاية ثبتت بالنبوة، بطريق النبوة. اتفضل جاوبني عن سؤالي. لا لا لا، انا هذا سؤالي لك. بأي طريق؟ لا لا، شوف، لأن هذا فيه هدم للعقيدة الشيعية بكل بأسرها. طيب، العقيدة الشيعية، لحظة، الآن أنا سألتك بأي شيء ثبتت نبوة النبي محمد في العقيدة الشيعية؟ تفضل جاوبني. أول مرة أنا بسمع أن واحد بيسأل سؤال بيسأله الثاني نفس السؤال. لا، ليس نفس السؤال. هلا أنا بجاوبك عن عقيدتي، غير أفهم عقيدتك. طيب، ليس نفس السؤال، جاوبني يا شيخ محمد. كيف بده نفهمه؟ شيخ افهم علي، الله يخليك. مش جايين برجع بقول لك مثل امبارح، لا جاي اكسرك ولا تكسرني. احكي عربي واضح، شو دليل ولايه النبي؟ قلت النبوه، شو يعني؟ شو طريقه يعني؟ العقل، النقل، شو ولايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبتت بثبوت النبوه. النبوه تثبت بالمعجزات، خلاص. النبوه تثبت بالقران وبالسنه وبالمعجزه. اتفضل يا شيخ محمد. لا، انا اجبتك الان بفضل الله، هذه عقيدتي. اتفضل جاوبني، باي طريق تثبت نبوه النبي في العقيده الشيعيه؟ تفضل. ما فيك تحكي هيك يا شيخ، انا بدي افهم عليك لانقض عليك. عم تقول لي كلام مهم. شيخنا النبي ثبتت نبوته بالمعجزات، صحيح. كيف ثبتت ولايه هيدا النبي علينا؟ بمجرد ثبوت النبوه. من وين؟ الشيخ محمد درويش يريد انه النبي له ولايه عليه. الشيخ محمد درويش يريد ان يستخرج مني ما ليس من عقيدتي انا يا شيخ محمد. لحظه، انا اجبتك بحسب عقيدتي. اتفضل انقض. شوف، لانك بفضل الله، لحظه، لانك بفضل الله لا تجد منفذا لاي الزام تكرر، وفقط انا اجبتك حسب عقيدتي. اتفضل جاوبني حسب عقيدتك. ابدا الوقت له وجاوبني. لا، ابدا الوقت وتفضل جاوبني يا شيخ. بحسب عقيدتك ما عم بتجاوب انت. اني من قال انه النبي ثبتت نبوته على راسي؟ من قال ان النبي له ولايه على المسلمين؟ من قال؟ وين الدليل؟ يا بحداك يا شيخ محمد، كل شيء شيخ محمد تجاوب رح تهدم كل شيء انت. لحظه، انت هذا، انت خلص وقعت في الوخ. لا، وخ مين؟ يا شيخ محمد،
انت مليني الجواب، اسمعني اسمعني، طالما انه لا يعجبك جوابي انت قول لي اجاوب بقول كذا وانا اقول لك. انت مش عم بتقدم لي ثواب لا يعجبني ولا ما يعجبني، نحن بمحاوره علميه، انت بتمثل هذا الذي اجبتك عنه هو عقيدتي، ليس عندك نقض عليها الحمد لله، تفضل جاوبني. ما لا توضح عقيدتك يا مولانا، ركز معي. النبي ثبتت نبوته بالمعجزات، طيب على راسي وعيني، شو ثبت ولايته على المسلمين لهيدا النبي اللي أحسنت ثبت نبوته؟ أحسنت، أنا خلاص هتنزل معاك شيخ محمد. النبي إذا ثبتت نبوته بمجرد ثبوت النبوة تثبت الولاية أم ليس له ولاية؟ تفضل. أنت اللي أنا عم بدي أسمع. أنا ما أنا شوف لأنني أجبتك وأنت لم تقتنع بالجواب فأنا أستخرج الجواب منك. لحظة معلش، الله يهديك. لحظة يا شيخ محمد، الله يهديك. لحظة لحظة لحظة، الله يهديك. النبي عندك أراك معجزة، أراك معجزة وأنت آمنت. لحظة يا شيخ محمد، لحظة لو سمحت، أراك معجزة وأنت آمنت به كنبي قبل أن يأتي النص النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هل له ولاية عليك قبل هذا النص؟ لحظة 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 لحظة، أنا بسألك أنا بسألك، لا 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 لا, لا أتكلم. لحظة أنا اسمعني، لا لا نصا على ولاية، لا ما قلت نص. شوف يا شيخ محمد اللحظات، أنا بسألك لو سمحت، قبل أن يأتي النص هل له ولاية عليك أم لا؟ جاوبني جاوبني جاوب. خلص لا جاوب لا يا اخوان، يلا جاوب. لا 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 لا، جاوبني يا شيخ محمد. لا شوف هذا تهريج، هذا تهريج قبل، لا لا هذا سؤالي، لا هذا سؤالي قبل ان ياتي النص. لا لحظه لحظه، ثبتت نبوه النبي صلى الله عليه وسلم ولم، لحظه لحظه يا انت ليه كده يا شيخ محمد؟ انت خايف يعني؟ شوف يا شيخ محمد، يا شيخ محمد، هو انت تشعر، انت تشعر بالضعف من امس؟ بالله عليك بالله عليك بالله عليك، شوفوا يا اخوه، لانه بفضل الله عز وجل المناظره بالامس كانت قاصمه بفضل الله، فالشيخ محمد خايف يجيب، والله خايف يجيب، والله اقسم بالله خايف يجيب. يا شيخ محمد جاوبني عن سؤالي، ثبتت، لحظه لحظه لحظه، ثبتت نبوه النبي صلى الله عليه وسلم عندك بالمعجزه وامنت انه نبي قبل ان ياتي اي نص، هل له ولايه عليك ام لا؟ جاوبني. هيدا جوابي، هلا بجاوبك اياه، اعطيني عقيدتك انت، ما انا سالتك السؤال قبل. رايتم ان المعمم يتهرب؟ رايتم انه يتهرب؟ لان الجواب وصل، اللهم لك الحمد، لان الجواب وصل، اللهم لك الحمد. جاوب يا شيخ محمد، جاوب جاوب عن السؤال، قبل ان ياتي اي نص له ولايه عليك بمجرد ان امنت انه نبي ام لا؟ تفضل جاوب. طيب مش سالتني هذا السؤال؟ نعم. راح جاوبك. جاوب. حط ايدك على شواربك وجاوبني، جاوبني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شيخ محمد جاوب يا شيخ محمد، عيب والله عيب، فشلت الشيء يا شيخ محمد كده كده كتير والله. جاوب جاوب عن السؤال، جاوب عن السؤال، قبل ان ياتي اي نص وانت امنت انه نبي له ولايه عليك ام لا؟ جاوب. هيدا رح خلص، قلت لك بدك اقسم لك بالله انه رح جاوبك. لا انا عايز اسمعها منك، عايز اسمعها منك الان. يا قبل لا يا عم اسمعها منك الان، يلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن الإلزام وصل بفضل الله. لا حارب. جاوب يا شيخ محمد، جاوب يا شيخ محمد، عيب والله. أنا يعني أشوف، أنت تجاوبت معي، أنت تجاوبت معي في البداية فلما وصلك، أنت تجاوبت معي في البداية فلما وصلك الإلزام لم تجب ولن تجيب، لن تجيب، أنت لن تجيب. أقول يا إخوة، أقول يا إخوة، النبوة، نبوة النبي محمد ثبتت بمعجزة عند الشيخ محمد درويش قبل أن يخبره النبي بأي نص وقبل أن يأتي أي نص، هل له ولاية عليك بمجرد النبوة أم لا؟ جاوب. شيخ ركز شوي. أنا ركز. نفسه أنا سألتك، اسمعني، هذا السؤال أنا سألتك يا رح جاوبك، أنا رح أقول لك يا بالنص يا بالقرآن يا حديث، أنت قل لي الآن نص أو حديث أو قرآن، شو يعني نفس الأدلة النبوة؟ نبي ثبتت نبوته بالمعجزة، عراسي صار نبي، إذا صار نبي من قال شو الدليل أنه له ولاية عليه؟ شو الدليل؟ ما هو أنت بتسألني ولا تتجاوب معي، جاوبني، أنا لن أحل لك من هذا الإلزام أبدا. طالما أنك تسألني، لحظة لحظة، طالما أنك تسألني ولا تريد أن تأخذ جوابي، فأنا رغما عنك سأستخرج الجواب منك إن أجبت، خلاص؟ لذلك أنت لا تريد أن تجيب، أنت لا تريد أن تجيب. شوفوا يا إخوة، كل هذه المماطلة لأن الإلزام وصل بفضل الله. كل من يتابعك يا شيخ محمد، كل من يتابعك الآن يعلم أنه بمجرد أنك قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثبتت النبوة عندك بالمعجزة، خلاص، بدون هذا النص الذي أنت تريد أن تذكره، بدون هذا النص أنت تعلم أنه ثبتت له الولاية عليك، تعلم أم لا؟ تفضل جاوبني.
اين انت يا عمي هلا بجرب الله عقيدتي أكبر. الله اكبر عقيدتك. الله اكبر الله اكبر. انا عقيدتي انا عقيدتي انا عقيدتي بمجرد ثبوت النبوة ثبتت الولاية. هو النبي النبي في دين يعني النبي في دين الشيعة خلاص شق القمر. اين الدليل على وجوب اتباعه؟ ممتاز ممتاز. شوفوا يا اخوه شوفوا يا اخوه اذا انا ساجيب كلام. شوفوا يا اخوه انا اجيب انا اجيب عن اسئلته وهو لا يجيب عن اي شيء اطرحه عليه. شوفوا يا اخوه هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد انشقاق القمر والكلام ده. طيب اذا في دين الشيعة يلزمه ان يقول لا سمع ولا طاعة ولا ولاية للنبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الاسلام في اذا دخل الانسان في دينه، بل يجب ان ياتي هذا النبي بنص يدل على الولاية ثم يسمع له ويطاع. فالنبي في دين الشيعة لا يسمع له ويطاع حتى ياتي بنص على الولاية. اذا النبي في دين الشيعة لا تثبت له الولاية بمجرد نبوته، وكفى بهذا اسقاطا لنبوة الانبياء. اذا ما فائدة النبوة يا رجل؟ ما فائدة النبوة إذا كانت لا ولاية للأنبياء على أقوامهم؟ ما فائدة النبوة؟ ما فائدة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ عجيب عجيب والله. أنت دليلك شو هلأ؟ خلاصة شو دليلك؟ أجبتك والله كثيرا. عندك جواب عن سؤالي؟ ثبتت النبوة للنبي محمد بالمعجزة. لحظة، ثبتت النبوة للنبي محمد بالمعجزة وأنا قلت أشهد أن لا إله. بلاش أنت، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل له ولاية علي بمجرد دخولي في الإسلام أم لا؟ شوفوا يا إخوة لما يحشر المعمم ماذا يفعل. اللهم لك الحمد. شوف هلأ الحشر، شوف هلأ من الحشرات شوف. طيب طيب الحمد لله. على كل يعني قلت الشيخ محمد درويش ليس معي في المناظرة، أنا بكلمه ولا كأني بكلمه. بأي شيء ثبتت نبوة النبي عندك؟ بأي شيء ثبتت ولاية النبي عندك؟ هذا كان سؤال لي وأجابته. أنا قلت له بأي شيء ثبتت نبوة النبي عندك؟ ما أجاب. رجل أسلم بمعجزة، آمن برسول الله ولم يأته نص بالولاية، هل للنبي ولاية عليه؟ لا يجيب ولن يجيب، لأن المسألة معضلة بالنسبة للدين الشيعي. والله الدين إذا كان فيه معضلات ما يصلح أن يكون دين الله عز وجل. يعني عجيب عجيب. الأستاذ الشيعي لماذا لا يجيبني عن أسئلتي؟ بياخد المداخلة كلها الأربع دقائق بيتكلم براحته في أي شيء يريده، ولا علاقة له بالأسئلة تماما تماما. عجيب. الخلافة الدينية والسياسية لرسول الله في حياته، الخلافة الدينية والسياسية في حياته في حياة رسول الله محصورة في المعصوم فقط؟ تفضل الشيخ محمد جاوبني من وقتي، محصورة في المعصوم فقط؟ جاوب. لا يريد أن يجيب، لا يريد أن يجيب. تعرف تعرف مثل على ماما يا بابا كفي كفي. تعرف تعرف مثل على ماما يا بابا كفي كفي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. عرفتم عرفتم. لا يريد أن يجيب تدليسا على الشيعة. هو يعلم، هؤلاء يعلمون أين الحق، لكنهم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إلى آخر الآيات. ليه أنت تعلم الحق وتكتمه؟ تكتم الحق ملعون. أعوذ بالله. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. النبوة ثبتت في إيه عندك الشيخ محمد؟ يكتم يكتم الحق. لا يريد لا يريد أن يجيب. الله أكبر الله أكبر. اللهم لك الحمد.